تمام، نبدأ على بركة الله في عرض المشروع. طبعا مشروعنا هو دايزي، ترمز كلمة دايزي لـ Decentralized AI System، النظام الذكاء الاصطناعي اللامركزي. طبعا احنا هون فعلا تحتاج انك تكون موجود معنا، انك انت تتابع هذا الاجتماع. هذا الاجتماع مهم لك، مهم لمستقبلك. هذا الاجتماع فعلا اذا انت جربت مشاريع من قبل، جربت فرص اخرى من قبل، فرح تلاقي انك انت هون في مكان جدا مميز. احنا هون في مشروع دايزي، هذا المشروع عبارة عن مشروع لا مركزي مبني على البلوك تشين، ومن اهم المزايا اللي احنا نتحصل عليها في البلوك تشين، نتحصل على بيانات وحفظ بيانات ودقة المعاملات. احنا هون ما بنتعرض او ما يتم تدخل بشري في المعاملات الخاصة بديزي اي. مشروع يعتبر مشروع فعلا، واحنا متأكدين وعلى يقين انه رقم واحد في جميع العالم. مشروع دايزي مشروع يستحق انك انت تتعرف عليه، مشروع يستحق انك انت تكون احد المستثمرين فيه. نتعرف على المؤسسين لهذا المشروع، هو جيرمي روما، ادوارد خمشان، ايليا مانين، هذول المؤسسين الرئيسيين لمشروع دايزي. لهم خبرة كتير في هذا المجال، اكثر من 40 سنة لهم، معطائين في العمل، خلوقين، لهم سمعة جدا كبيرة بالسوق. احنا هون ما بنتعامل مع اشخاص وهميين، احنا هون مشروعنا كامل متكامل، نستخدم البلوك تشين لحفظ بياناتنا، وايضا احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي انت تحتاجه مشان تحقق ارباح جدا كبيرة بالتداول. النتائج احنا نعملها في التداول، ما فيه اي شركة موجودة حاليا من شركات اللي اذا كانت تداول بشكل حقيقي او بتدعي التداول، تتداول بما بنفس الطريقة اللي احنا عم نتداول فيها. احنا نتداول مع شركة اندوتك التابعة للدكتورة آنا بيكر، تعتبر خبيرة في هذا المجال ولها سمعة جدا كبيرة بهذا المجال. انت جربت التوصيات، جربت إدارة الحسابات، جربت الروبوتات، جربت كتير أمور في مجال التداول، وأكيد إلى الآن عم بتعاني وبتحتاج أنك تتحصل على فرصة جدا كبيرة، تحتاج أنك تتحصل على إمكانيات، تتحصل على ذكاء اصطناعي. احنا هون نستخدم ذكاء يستخدم من قبل بنوك ومؤسسات مثل دراجون هولدينجز، ام اف جلوبال، اكثر من 150 شركه حول العالم تستخدم نظام الذكاء الاصطناعي اللي احنا عم نستخدمه حاليا. 20 نظام مملوك للدكتوره انا بيكر بالذكاء الاصطناعي، ويعتبر عمود فقري لاكثر من 150 شركه. فانت هون اكيد في فرصه جدا مميزه، فرصة جدا رائعة مشان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي. اذا انت حاب انك تستخدم الذكاء الاصطناعي فلازم تكون موجود معنا في دايزي. إذا أنت حاب أنك تطلع أرباح وتعمل نتائج جدا كبيرة فلازم تكون معنا موجود في دايزي AI. هون احنا بنعمل نتائج جدا كبيرة. هذا المشروع رح يكون له اسم بالسوق فعلا، جميع القواعد وجميع الأساسيات محافظ عليها. إذا أنت حاب أنك تستخدم أو حاب أنك تكون في مكان آمن، حاب أنك تكون في إدارة تتبع وإدارة إلها تاريخ في هذا المجال، فأنا بقول لك أن شركة أندوتك التابعة للدكتورة أنا بيكر عملت مع الـ FCA تعتبر، أو FCM تعتبر هيئة حل النزاعات العالمية. هيئة حل النزاعات العالمية يعني احنا نتكلم على أشخاص معروفين بالسوق، نتكلم على أشخاص إلهم سمعة بالسوق، سمعة لدرجة أنها بتحل مشاكل بين المستثمرين وبين الشركات أو الصناديق الاستثمارية. أيضا نجد أن الدكتورة أنا بيكر أو شركة أندوتك أحد مؤسسات بورصة الجيماين التابعة لمؤسسين الفيسبوك، عم بتدير 230 مليار دولار في صندوق أوبنهايمر. إذا هون نتكلم على المصداقية، نتكلم على قوة المشروع، نتكلم على الإمكانيات الموجودة عنا في مشروع دايزي، نتكلم على شؤون قانونية تنظيمية الإي واي التابعة لشركة أندوتك أو اللي عم تتعامل مع شركة أندوتك، اللي احنا تحصلنا عليها على توقيع في فرع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التوقيع يضمن لك أنت كشخص مستثمر معنا في مشروع دايزي أموالك وكل مستحقاتك. سنوياً بيتم جرد وعمل عمليات حسابية حتى يتأكدوا إذا كانت الأمور التداول الخاصة بأندوتك بالكامل تتم بمعايير صحيحة. فأنت هون أكيد تحتاج أنك أنت تكون معنا في هذا المشروع. أول شركة وين ما رحت، رجع لي، راجع التاريخ بالكامل، الشركات اللي انت اشتغلت فيها بالكامل، ما راح تلاقي انك انت اشتغلت في مشروع فيه شؤون قانونية تنظيمية، ما راح تلاقي ابدا انك انت كنت في مشروع فيه امان، ما راح تلاقي انك كنت في مشروع خبرة بهذا المجال. دكتورة انا بيكر عالم من علماء الذكاء الاصطناعي، يعني احنا ممكن نوصل لمراحل جدا كبيرة بننافس فيها شركات العالم بالذكاء الاصطناعي.
فانت هون راح يكون لك فرصه انك انت تستثمر بالمكان الصحيح. النتائج احنا نعملها في دايزي ما راح يعمل لك اياها اي مشروع اوف لاين، ولا يعمل لك اياها اي مشروع اونلاين موجود بالسوق حاليا مستعد انه ينافس مشروع دايزي. اذا حدا حاب او مو حاب، او حدا حاب انه يتكلم بشكل سلبي، راح نقول له احنا فعلا واصلين، واحنا فعلا عاملين نتائج جدا كبيره، واحنا فعلا في مكان صحيح، احنا موجودين هون في مشروع يستحق فعلا انك تكون معنا الى اخر هذا العرض. نيجي الان نشوف النتائج اللي احنا بنعملها. احنا عملنا نتائج في البدايه في اول ابريل كانت 14%، في مايو عملنا 23% خلال شهر، 38% في جانيوري، جولاي 22%، اغسطس 48%، سبتمبر 61%، اكتوبر 55%، ونوفمبر 58%. هاي النتائج الخاصه بحسابات التراكم. احنا هون في التراكمي، شو هو التراكمي؟ التراكمي هو انت بتضاعف راس مالك او بتضاعف الارباح عن طريق الارباح اللي انت بتتحصل عليه. هون بترجع بتراجع افكارك، الشركه ما بتطلب باقات جديده، انا فيني اعمل راس مالي 7 اضعاف وارفع راس مالي الى 10 اضعاف بدون ما انا اعمل استثمار جديد. هل يا ترى اذا كان في تدوير اموال او اذا كانت الشركه ما عم تتداول بشكل حقيقي رح تلاقي انك انت بتعمل فيها هي النتائج او هي بتعمل لك تراكمي على ارباحك؟ مستحيل. فانت هون فعلا مشان يصير تراكمي لازم يكون فيه تداول حقيقي، منشان يصير تراكمي لازم في انتاجيه حقيقيه. فمنشان هيك احنا هون التراكمي اللي عندنا في دايزي هذا العام رح نصل الى 7x. حاليا وصلنا الى معدل 400% خلال 8 اشهر، وانا على يقين ان رح نصل الى 7x الى 700% خلال هذا العام. اما بدون تراكمي فانت بامكانك الحصول من 15% الى 25% او 35%، هي النسبه بامكانك تتحصل عليها بدون تراكمي، صافي ارباح لك راح تكون من 10% الى 25%، صافي ارباح لك. الى الان احنا نتكلم على نسبه جدا ممتازه، 10% صافي ارباح، 15% صافي ارباح بالشهر، اذا انا ما بعمل تراكمي فاحنا بنتكلم على ميزه جدا ممتازه موجوده في هذا المشروع، نتائج جدا ممتازه. اذا انت تعمل 120% صافي ربح او تعمل 200% سنوي صافي ربح، هاد جدا رائع، هاد جدا رائع في الوضع الحالي بالسوق، هاد جدا رائع بشكل عام، نتائج حقيقيه، تداول حقيقي، شركه موثوقه، شؤون قانونيه تنظيميه، شركه قانونيه بالكامل، فانت اكيد قاعد في المكان الصحيح. نيجي الان نتكلم عن الباقات الاستثماريه. الباقات الاستثماريه تبدا عندنا من $100 او الباقه الاستثماريه، ثاني باقه $200. طيب ثاني باقه $200، اول شيء شيء الباقه الاستثماريه $100 راح يكون عندك 50% من راس مالك في التداول. باقة ال $200 راح يكون عندك 50% من رأس مالك في التداول. احنا نعتذر عن الشركاء، طبعا القاعة تبعنا 500 عضو، يمكن انتهى الاشتراك تبع ال 500 لان انا شايف العدد يوصل لل 100 ويرجع، يمكن ان صار فيه مشكلة او شيء، فان شاء الله الاسبوع القادم راح نرفع العدد القاعة. احنا رافعين القاعة اوريدي ولكن يمكن انتهى الاشتراك واحنا ما انتبهنا له. الباقة الاولى $100، الباقة الاولى ال $100 راح يكون عندك 50% بالتداول. الباقة الثانية $100 راح يكون عندك في التداول من $200 50%. من الباقة الثلاثة باقة ال $400 راح يكون عندك 70% بالتداول، حتى الباقة الاستثمارية العاشرة ال $51,200. طيب لشو هاي التقسيمات؟ ليه رأس مالي مو موجود بالكامل في التداول؟ ليه رأس مالي فقط جزء بسيط منه في التداول، أو 50% على الباقة الأولى والثانية، 70% من الباقة الثلاثة إلى الباقة العاشرة؟ فعليا هذا الأمر هو الصحيح، لأنك أنت هون في شركة ترويج، شركة فيها نتورك ماركتينج، شركة فيها صندوق لتطوير الذكاء الاصطناعي. إذا أنت موجود في دايزي أكيد راح تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، فأنت هون أكيد لازم تساهم في صندوق التمويل الخاص بالماركتينج، وأيضا ساهم في صندوق التطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بتطوير التداول، وهذا اللي راح تستفيد منه أنت كتير، بيعطيك نتائج جدا كبيرة، وكل ما بتتطور الاستراتيجيات الخاصة بالتداول انت اكيد راح تستفيد وراح تكون مستفيد من الدرجه الاولى. ف 50% وال 50% وال 70% الموجوده عندنا هي نسب حقيقيه بتعملها كل الشركات بس ما بتقول لك عليها، ولكن احنا هون بشفافيه كامله نتعامل معك وراح نقول لك قد ايه راح يكون عندك صافي بالتداول، لان هون احنا عندنا في شؤون قانونيه تنظيميه راح تتابع مجريات التداول وتتابع اموال حقيقيه موجوده في التداول، فلازم يكون يقوم بتصفيه جميع الامور الاخرى اللي نحتاج الى سحب منها اموال او اضافه لها اموال. فهون احنا ما بنتعرض للتضخم في دايزي. اذا انت
اذا انت وصلت لمرحله في اي شركه من الشركات وانتبهت انك صار في تضخم بهي الشركه وغلقت وصار فيها مشاكل، انت هون في مشروع دايزي ما في عندنا شيء اسمه تضخم، لانه راس مالك حقيقي موجود. بدون خطه عمولات، بدون صندوق تطوير، بدون اي شيء انت بتحتاج، اي شيء بيتم خصمه من راس مالك. من باقه ال 200 دولار راح يكون عندك اسهم في شركه اندوتك، احنا نتحصل على 5% حقوق ملكيه من اسهم اندوتك. ال 5% هي راح نتكلم عليها، 5% لا تفكروا ان هذا هي الحصص اللي احنا نتحصل عليها من اسهم اندوتك، مبلغ جدا بسيط. طبعا تقريبا اذا على القيمه السوقيه قبل سنتين لشركه اندوتك، فال 5% هي 50 مليون دولار يتم توزيعها على شركاء دايزي على حسب عدد الباقات الاستثماريه اللي انت راح تشتريها. كل باقه استثماريه انت راح تشتريها راح يكون لك جزء معين او نسبه معينه من الحقوق الملكيه الخاصه بشركه اندوتيك. طيب احنا هون عندنا 70% من راس مالنا في التداول من ارباح التداول، يعني انت هون شو ما بتربح، اذا انت ربحان 1000 دولار راح يكون عندك 70%، 700 دولار صافي ربح بامكانك سحبه، و30% تذهب الى مجموعه معاملات، معاملات تذهب الى صندوق التمويل، ومعاملات تذهب الى التداول والعمليات التداول والاداره الخاصه باندوتك. فاحنا اكيد لازم يكون في عندنا هيك سيستم، هذا تداول حقيقي، هذا شغل حقيقي، لازم فيه نسبه وتناسب. انت هون ما بتحط اموالك وبتضل تستفيد وبس، اكيد في عندك رسوم، اكيد في عندك معاملات، وهذا الشيء ما راح تلاقيه في مشاريع تانية، لان المشاريع التانية مبنيه فقط على جلب الاعضاء، ولكن هون بامكانك انك انت تستفيد ومن استثمارك وترفع راس مالك لاضعاف مضاعفه بدون ما انت تضع ايداع جديد في المشروع. طيب في عندنا عرض خلال شهر، خلال شهر ديسمبر، وممكن يستمر إلى بداية العام أو شهر يناير. هذا العرض من باقة الخامسة، باقة 1600 دولار، راح يكون عندك 70% بالتداول في بداية شرائك لهذه الباقة. بعديها لما تشتري هذه الباقة مرة أخرى 90% بدون ليميت، بإمكانك تشتريها مرة ثانية 90% بالتداول، الثالثة 90% بالتداول، الرابعة 90% بالتداول بدون أي ليمت. بإمكانك الحصول على فرصة في شهر ديسمبر أنك أنت تشتري الباقة الخامسة بنسبة 90% بدون أي ليمت، وهيك أنت تستفيد من هذا العرض حتى تتحصل على نسبة كاملة من أموالك أو 90% من أموالك في التداول. طيب نجي الآن على خطة الماركتينج الموجودة عندنا. احنا هون يستفيد المستثمر، خلي بالك اذا انت مستثمر وجيت لهون الى مشروع دايزي وحاب انك تفهم كشخص مستثمر، فانا بقول لك هون بالاستثمار بالتراكم انت تعمل 7x اول عام. اذا انت تركت المبلغ الخاص فيك الى العام المقبل فرح يتحول الى 21x. نعم 21x، كل ما بتزود نسبه التراكمي تبعك او فتره التراكمي ترتفع النسبه حتى تصل الى معدلات جدا عاليه. طيب المستثمر ايضا يستفيد من المسوقين الموجودين معنا في هذا المشروع، كل القاده اللي راح تبني شبكات انت راح تنزل بهذه الشبكه، الاعضاء اللي راح تيجي بعد منك بالشبكه راح يكون لك نصيب من الاعضاء الموجودين او راح تحصل عليهم سبيل اوفر عن طريق القاده اللي موجودين معك في هذا المشروع. طيب شو الارباح اللي راح تتحصل منهم؟ راح نتكلم عن هذه التفاصيل. 5% عموله مباشر على جميع المستويات على كل شخص ينضم عن طريق رابط الاحاله الخاص فيك. 3.5% مكافآت تداول على كل عملية سحب يقوموا فيها شركائك المباشرين، بيطلع لك 3.5% من أرباحهم الخاصة. مثل ما قلنا في البداية 70% صافي ربح للمستثمر، ضل 30%، 15% راح تكون لأندوتيك، 15% راح تكون لبونص اسمه بونص اليوني ليفل، وهو اللي حيتم خصم منه 3.5%. 3.5% يعني إذا أنت عندك مبلغ جدا كبير، 1 مليون دولار حجم مبيعات المباشرين، فأنت تتكلم على 150 ألف دولار كل 6 أشهر تطلع لك أو تتحصل عليه عن طريق هذا البونص، فقط عن طريق هذا البونص من الإيرادات اللي بتحصلوا عليها شركائك. أنت بتتكلم على مبلغ جدا ضخم، 10% من أرباح المباشرين في التسويق. المباشرين اللي معك في المشروع شو ما بيعملوا من نتائج، شو ما بيعملوا من تسويق، شو ما بيتحصلوا على سبيل أوفر من طريق القاضي الأعلى منهم بالشبكة، أنت راح يكون لك 10% من هذه الأرباح. أنت بتتحصل على 10% من أرباح المباشرين لك في التسويق، 4% من جميع المستويات وهو بونص الماتريكس وراح نشرح بالتفصيل هذا البونص، و1% مكافآت التداول على جميع الأجيال حتى إذا كان سبيل أوفر. أنت مستثمر انضميت لهذا المشروع وتحصلت على مجموعة فريق 200 شخص 300 شخص مع الوقت سبيل أوفر، هؤلاء الأشخاص
كل ما بيسحبوا ارباحهم رح يكون لك فرصه انك تتحصل على 1% مكافآت تداول من الاشخاص الموجودين تحت منك بالشبكه، حتى اذا كانوا هؤلاء الاشخاص ما اجوا عن طريقك ولكن تحصلت عليهم سبيل اوفر، اسقاط على طريق الشخص اللي دعاك الى هذا المشروع. ايضا عندنا رتبه الذهب، عندنا قائد محدد السرعه، بناء البركه، تجمع المنجزون. نجي في التفاصيل، هون عندنا شبكات دايزي، مجموعه من الشبكات. يعني انت هون لما تشتري باقه ال $100 راح يكون عندك شبكه خاصه بباقه ال $100، تشتري باقه ال $200 تفتح لك شبكه كامله خاصه بباقه ال $200، شبكه ال $400 تفتح لك شبكه كامله خاصه بباقه ال $400. طيب نجي على الماتريكس بونص، مكافآت الماتريكس. الماتريكس بونص نتفق على مجموعه نقاط في الماتريكس بونص. اول جيل وثاني جيل في الماتريكس بونص، يعني في الشبكه، اول جيل وثاني جيل هذا مفتوح مجاني للجميع بدون شروط، ما بيحتاج منك تارجت او مبيعات مشان انت تستفيد. يعني اذا انت مستثمر بامكانك الحصول على 3 اعضاء في اي باقه استثماريه فري، وبامكانك الحصول على 9 اعضاء في جيلك الثاني فري. ايضا باقه ال $100 فري ايضا مجانيه للجميع بدون اي شروط، بامكانك الحصول على ارباح من باقه ال $100 بدون اي شروط في 10 مستويات، في 10 اجيال لك. ايضا باقه ال $200 راح يحتاج منك فقط عدد مباشرين بدون حجم مبيعات. باقه ال $200 عدد مباشرين بدون حجم مبيعات، يعني مشان تفتح جيلك الثالث محتاج 3 مباشرين، تفتح جيلك الرابع محتاج 3 كمان، تفتح جيلك الخامس 3 كمان، حتى يكون عندك 24 مباشر في باقه ال $200، يعني ب $2400 بامكانك انت فتح جميع باقه ال $200. فعليا اذا انت بتشتغل فقط على باقه ال $200 فانت تتكلم على ارباح من الماتريكس $344,000، اذا بتتكلم على ارباح باقه ال $200 فتتكلم على $760,000 او يزيد عن $760,000 فقط من الباقه الاولى والباقه الثاني. فاحنا هون نتكلم على ارباح جدا كبيره موجوده عندنا في الماتريكس بونص. الباقه الاولى والثانيه تاخذ على الجيل الاول وجيلك الثاني 4%، جيلك الثالث 3% الى جيلك الثامن، 4% من جيلك التاسع الى جيلك العاشر. ايضا من الباقه الثلاثه، باقه ال $400 الى الباقه رقم 10 باقه ال $51,200 راح يكون عندك 2% على جيلك الاول وجيلك الثاني، 1.5% من جيلك الثالث الى جيلك الثامن، 2% من جيلك التاسع الى جيلك العاشر. هي الارباح اللي انت تتحصل عليها على كل الباقات، حتى اذا كنت انت مستثمر، حتى اذا انت مستثمر فهي العمولات الموجوده اللي انت تتحصل عليها في المستويات اللي ما بتتطلب شروط. الجيل باقه ال $100 بدون اي شروط، جيلك الاول وجيلك الثاني بدون اي شروط، الباقه ال $200 فقط عدد المباشرين، ومن باقه الثالثه باقه ال $400 الى الباقه ال $51,200 راح يكون مطلوب منك المشروط التاليه: 3 مباشرين يكون عندك في جيلك الاول، مجموع استثمارهم $1,000، تتحصل على الجيل اللي فيه 27 عضو. ايضا جيلك الرابع راح تزيد 3 في جيلك الاول زائد 3 صار المجموع 6، $1,000 في جيلك الثالث زائد 3 صار المجموع $2,000 في جيلك الرابع يفتح لك جيل ال 81، جيلك الخامس 6 تزيدهم 3 صار المجموع 9، مجموع استثمار في جيل الرابع $2,000 زائد 2000 صار المجموع 4000. تراكمي، كل ما بتعمل المبلغ اللي انت تعمله راح يتجمع على المستويات الاخرى وراح يكون اكتف معك في المستويات الاخرى حتى تصل الى $128,000 و24 مباشر فما فوق. انت هيك تتحصل 10 مستويات ماتريكس مفتوحه لك، على حسب الباقات اللي انت راح تشتريها راح تستفيد من جميع الاسقاطات الخاصه بفريق الشرق الاوسط. فاحنا هون نتكلم على مشروع لساته في البدايه، لساتنا في بدايه الانطلاق، فاكيد فرصه لك انك انت تحجز مقعدك في هذا المشروع، وفرصه لك انك انت تبدا في عمل في مشروع حقيقي ما بتخاف منه، تبدا في عمل حتى اذا انت ما بتعرف تسوق بامكانك انك انت تعرض النتائج اللي انت راح تعملها. النتائج اللي انت راح تعملها هي فقط راح تكون السلاح التسويقي الوحيد اللي انت راح تستفيد منه وراح تعمل منه نتائج جدا كبيره. مجرد الوصول الى 24 مباشر فما فوق، $128,000 خلال اول 30 يوم، اذا انت احسنت تعملها في اول 30 يوم راح تتحصل على رتبه الجولد. مثل ما قلنا احنا هون عندنا دخل دائم من التداول، نتحصل على سحب بونص، سحب ارباح التداول، وهذا دخل مستمر. احنا هون الماركتينج تبعنا او الشبكه اللي انت راح تبنيها في هذا المشروع دائما بتعطيك دخل.
شو ما بتبني، كم مليون انت رح تبنيه هذا رح يعطيك دخل. اذا عندك في الشبكه ما عدا المباشرين 1 مليون دولار، فانت تتكلم على 50 الف دولار كل 6 اشهر، على 100 الف دولار سنوي. هذا دخل مستمر، هذا دخل ما بيتوقف من الماركتينج. وهي الميزه الموجوده في دايزي، انت هون ما بتحتاج انك تسوق على طول، ما بتحتاج انك دائما تبني شبكات وتروح وتبني في مشروع ثاني ويخلص هذا المشروع وتروح تبني في مشاريع ثانيه. المشروع هذا رح تبني فيه شو ما بتعمل من نتائج رح يضل في عندك دخل مستمر ومستفيد من هذا المشروع. طيب رتبه الجولد شو بتعطينا من نتائج؟ 1.8% من جميع مساهمات الصندوق الجماعي، يعني أي حدا بينضم لمشروع دايزي راح تتحصل على نسبة 1.8%. 1.25% من جميع مكافآت التداول العالمي. أيضا 5% من حقوق الملكية الخاصة بشركة أندوتيك، لقبل سنتين كانت 5% تساوي 50 مليون دولار. 50 مليون تتوزع على رتبة الجولد، جميع الشركاء العاملين رتبة الجولد تتوزع عليهم 50 مليون. طيب نيجي على رتبة الليدرشيب. رتبة الليدرشيب ما بتحتاج منك حجم مبيعات، بتحتاج منك يكون معك 3 شركاء مباشرين لإلك قاموا بتحقيق رتبة الجولد. مجرد ما بتتحصل على هدول الشركاء انت مباشرة بتتحصل على 1.8% من جميع مساهمات الصندوق العالمي و 1.25% من جميع مكافآت التداول. نيجي الآن على الفوركس بيلدر، نيجي الآن على قنبلة الموسم الخاص بمشروع دايزي. كل ما بتعمل مبيعات 5000 دولار خلال الشهر تنحسب لك حصة في تجمع الفوركس بيلدر. يعني انت هون رح تلاقي انه دائما في عندك تحفيز في هذا المشروع. تعمل 10000 رح تلاقي عندك حصتين في تجمع الفوركس بيلدر وتاخذ ارباح عليهم بداية الشهر المقبل. ايضا اذا وصلت الى 4 حصص في الفوركس بيلدر فانت هون تتكلم على 8 حصص. يتم مضاعفة الاربع حصص، مجرد ما انت تصل الى 4 حصص تضاعف الحصص الى 8. اذا عملت 8 حصص من الفوركس بيلدر راح تصير 16 حصه، راح يتم مضاعفه هذه الحصص. طيب في ايضا عندنا هون مرتب شهري بالفوركس بيلدر. على سبيل المثال انت عملت 4 حصص بالفوركس بيلدر او 4 حصص، اهم شيء لا تقل على 4 حصص. اذا عملت 4 حصص في هذا الشهر والشهر اللي بعده عملت 4 حصص والشهر اللي بعده عملت 4 حصص، فرح يكون لمدة 3 أشهر أنت بتعمل 4 حصص، رح يكون لإلك دخل مستمر من هذا التجمع. هون عنا الصورة اللي قدامكم، هون أحد الأعضاء اللي معنا عمل 11 شير 11 سهم، فال 11 سهم مباشر تم مضاعفتهم، أعطوه المضاعفة لإلهم هي 11 مباشر، كتبوا له 11 إضافي مع ال 11 سهم هو عملهم في هذا الشهر. أيضا صار عنده 11 سهم ثابت، دخل مستمر من 11 سهم، فاحنا نتكلم تقريبا على 3000 دولار دخل مستمر 11 سهم، مرتب شهري من الفوركس بيلدر. ايضا يتم اضافه ال 11 سهم زائد ال 11 زائد ال 11 الثابته، صار عنده 33 سهم خلال هذا الشهر المقبل راح يستلمه. 33 سهم، يعني احنا نتكلم على مبلغ يصل الى 9000 دولار. إلى 9000 دولار هذا الدخل لأحد الأعضاء الموجودين معنا، عمل مبيعات 11 سهم في أول شهر و11 سهم في ثاني شهر و11 سهم في ثالث شهر، وصار عنده دخل ثابت من هذه الأسهم. فإحنا هون نتكلم على دخل مستمر من الفوركس بيلدر، لا نستخف من هذا التجمع. بإمكانك العمل ستوب باي ستيب، تأخذ 4 وتحاول تحافظ لمدة 3 أشهر على 4 مبيع على 4 حصص، وبعديها تحاول أنك تضيف 4 جديدة حتى تصل إلى أكبر دخل في التجمع الفوركس بيلدر. عندنا تجمع إنجازات الفوركس، هذا التجمع مجرد ما أحد شركائك المباشرين لإلك يصل إلى رتبة الجولد، مباشرة أنت بتتحصل على حصة من هذا التجمع، وأرباح هذا التجمع تصل إلى 15000 دولار. أيضا عندنا بونس الـ 25 دولار، هذا إحنا عاملينه هون بالفريق، هذا لدعم المسوقين، لدعم الشركاء الجدد اللي معنا، اللي ما عندها إمكانية الحابة تتعلم، إحنا دائما بنحفزها وبنساعدها مشان تصل وتبني شبكات الخاصة فيها. كل ما بتعمل لك 3 مباشرين بمئة دولار رح تاخد هدية في يوم العرض الخاص بالاجتماع كل يوم تنين. اليوم رح نعرض الشركاء بعد هذا الزوم، رح نعرض الشركاء اللي رح يكونوا معنا في أو اللي رح يتحصلوا على المكافآت خاصة بهذا الأسبوع. طبعا اليوم أيضا رح نتكلم على موضوع الإيفنت، لذلك خلوكم موجودين معنا حتى نتكلم على موضوع إيفنت دبي وشو رح تستفيد إذا أنت موجود معنا في إيفنت دبي.
ايضا عندنا مكافآت التسويق الشبكي، اقل شيء مشان تدخل لهذا التارجت او لهذه المكافآت لازم تكون عامل مبيعات لا تقل عن 5000 دولار. المركز الاول راح يكون 200 دولار، هذا الاسبوع معنا احد الاعضاء عمل 51000 دولار، المركز الثاني 150 دولار، المركز الثالث 100 دولار، المركز الرابع 50 دولار. ايضا اذا انت عملت رتبه الجولد احنا ما راح ننسى، مجرد ما توصل لرتبه الجولد الشهر المقبل تتحصل على رحله في اي بي لشخصين كامله المصاريف لمده 7 ايام على حساب الفريق الرعد العربي. نيجي الان على ايفنت دبي، راح يكون عندنا ايفنت دبي يوم 20 و21، راح يكون الحضور اكثر من 2000 شخص مستثمر في مشروع دايزي، راح يكون الاعلان عن معلومات جدا كبيره في مشروع دايزي، راح تلاقوا اخبار جدا قيمه، راح يكون متواجد معكم جميع المؤسسين ادوارد ايليا جيرمي روما بالكامل راح يكونوا موجودين، الدكتوره انا بيكر، العلماء الذكاء الاصطناعي التابعين للدكتوره انا بيكر، راح يكون الشؤون القانونيه والتنظيميه الاي واي موجوده معكم في دبي، ايضا راح يكون البروكر الخاص بدايزي اللي راح يتم الاعلان عنه في دبي راح تتعرفوا عليه، وراح يتم الاعلان عن صندوق الاستثماري الخاص بدايزي في دبي. هذا المشروع ما راح يكون منافس له. بعد ايفنت دبي الكل العالم راح ينصدم بالواقع اللي موجود في دايزي، الكل العالم راح يتفاجأ بالنتائج الاحلى راح نعملها. احجز مكانك في هذه الشبكه، هذه الشبكه راح تكون جراره، راح يكون فيها الالاف والالاف. ادخل كمستثمر، حاول انك تدعو اصدقائك قرايبينك الاشخاص اللي بتعرفهم كبدايه حتى يصير تنطلق الشراره الخاصه بهذا المشروع. راح تتفاجئ انك انت الايام الجايه تعمل ارقام جدا كبيره ودخل مستمر من التداول، سواء كان من حسابك الشخصي كمستثمر او عن طريق شركائك اللي انت راح تجيبهم في هذا المشروع. طبعا في هذا التارجت راح يكون في عندنا الايفنت دبي سعر التيكت 200 دولار، والتيكت هذا ما راح يتم اخذ الاموال خاصه بالتيكت من قبل مؤسسين دايزي، التيكت فقط راح يتم اضافته الى 1 مليون دولار، مبلغ تم تبرع به من قبل مؤسسين دايزي. 500 مليون راح تكون في بول مع نصف القيمه الخاصه بسعر التيكت، اكثر من 2000 شخص والتيكت 200 دولار، فاحنا نتكلم على مبلغ كبير. راح يتم وضع هذا المبلغ في التداول، وحاليا هذا المبلغ بدأ في العمل في التداول، وأيضا راح يكون عندك بول آخر خاص بالشركاء اللي راح تقوم بدعوتهم لهذا المشروع. يعني عندك تيكت، أنت قمت بشراء التيكت، هذا التيكت 200 دولار مباشر، هذا التيكت راح يضع اسمك في قناة التداول وراح تستفيد وراح يطلع لك دخل مقابل هذا التيكت. أنت راح تكون في إيفنت جدا ضخم، أيام ما راح تنساها في هذا الإيفنت، راح يكون جدا رائع، راح تتفاجئ بالمفاجآت اللي عاملينها مؤسسين دايزي لكل الشركاء في هذا الإيفنت. في نفس الوقت راح ترجع أو راح تسترد جميع التكاليف اللي أنت دفعتها في هذا الإيفنت، لأن الأموال ال 200 دولار أنت راح تدفعها مقابل التيكت، هاي الأموال راح ترجع لإلك مقابلها أموال ممكن تصل إلى ضعف المبلغ اللي أنت دفعته مشان تكون موجود معنا في دبي. الشغل الثاني، البول الثاني او المسبح اللي راح يكون فيه تداول، هذا المسبح اذا انت قمت بجلب 3 شركاء لك مباشرين لك في دايزي قاموا بالقدوم معك الى ايفنت دبي راح يكون لك حصه في البول الخاص بالشركاء. كل ما يكون عندك 3 زياده كان عندك حصتين 6، صار عندك حصتين 9، صار عندك 3 حصص، فعليا هذا البول راح يكون فيه ارباح جدا كبيره. يعني هذا البول رح عدد جدا بسيط رح يحقق التارجت الخاص بهذا البول، وهذا الشيء رح يعطيك فرصة جدا كبيرة انك انت تعمل دخل جدا كبير من هذا البول. لازم يكون عندك اول اشي التيكت 200 دولار، يكون معك شركاء يقوموا بالقدوم معك او يحضروا ايفنت الخاص بدبي يوم 20 و21 من شهر 2 القادم. طيب الان حاليا رح